استثمرت الاصول بكفاءه عاليه لما تزيد نسبه الهامش استثمرتها بحيث انك اعطيت ايراد كبير وخفضت ليش؟ التكاليف. هنا مؤشر على مدى كفاءة المنشأة في استغلال الأصول المستثمرة، وهذا هو جانب مهم من التقييم في استغلال الأصول المستثمرة لتحقيق المبيعات. وطبعا في كلا الحالتين يا طيبين لابد من وجود ايش؟ مقياس. في كلا الحالتين لابد من وجود مقياس للمقارنة. افترض انه مرة واحد بس حقول كان العائد مرة لورا كريم. وهذا اكثر مرتين حق العائد على الدوله. هو طبعا يعتمد على طبيعه المنشاه وطبيعه النشاط كما قلت لك، ولذلك انا ما اقدرش اقيمه الا لما اجبر الصناعه. الان الصناعات افضل شيء يعطي لك جواب على هذا السؤال اللي سالته هي الصناعه تتشابه مع بعضها في حجم الاصول المستثمره، يعني ما تقدرش تعمل مصنع اسمنت تمام بالتكلفة تساوي يعني قليلة جدا، أقل من التكلفة المعهودة، أو خلينا نقول ما تقدرش تستثمر في مصنع أسمنت أصول أقل بكثير من الأصول المعتادة، فاستثمارتك بتكون قريبة من أي مصنع أسمنت موجود. فلما تجي نقيم عائدك بنقيمه من خلال مقارنته بمصنع شبيه بك، فهنا تكون المقارنة عادلة تمام. لكن ما نجيش نقارنه مثلا بروفيا، بروفيا أصولها قليلة، أصولها قليلة، ربما البوفيا دورانها أكثر من دوران مصنع الأسمنت، لأن أصولها قليلة والعائد حقها قد يكون خلال السنة يفوق مقدار الأصول المستثمرة فيها. كدوران مش كرقم، كدوران. يعني هنا قلنا 4 مليون و5 على مليون و5، قد يكون معك منشأة صغيرة إيرادتها كم؟ 200,000، بس شراء رأس المال اللي تشتغل بكم منه؟ 20,000. لما تقسم على هذا بيطلع الدوران كم؟ 10 مرات. بينما هنا 3 مرات، لكن العائد هنا مليون و5 وهنا كم؟ عفوا، العائد هنا 4 مليون و5 وهنا 200. في فرق، بس الدوران هنا قليل والدوران هنا كبير. ولذلك انت ما تجيش تقارن شركه هذا هو اصولها مع شركه صغيره، لذلك انا اقول لابد من وجود معيار. المنشآت الصغيره انا اقارنها مع بعضها. المنشآت الصغيرة دورانها عالي. أقارنها مع بعضها. دوران 10، خلاص خلي دورانك 10، ما تجيش دورانك 2. بس المنشآت الكبيرة دورانها يكون قليل لأنه رأس مالها ضخم، وبالتالي دورانه بطيء حتى يحقق عائد وإيراد. وإيراد عالي. بس لما يحقق إيراد الدورة حقه يعني زي 100 دورة من حق المنشأة الصغيرة. صح. صح ولا لا؟ لا. هذا دار 10 مرات جاب 200,000، هذا بس 3 مرات جاب 4 مليون و5 و500,000. وبالتالي قلت لكم لابد من وجود معيار، ما نقارنش منشأة بمنشأة أخرى، نقارنها بمنشأة من نفس النوع أو بنفس المنشأة العام الماضي أو بنفس المنشأة حسب ما كان مخطط أو بنفس المقاييس المعيارية اللي تبينت من خلال الدراسات اللي تدرس نفس القطاع. واضح لكم الفكرة يا طيبين؟ هنا يكون التقييم سليم. طيب نجي للحالة العملية في صفحة 375. أمسح حالة يا طيبين 375. Thank you.
طيب، توفرت إليك البيانات التالية عن شركة الأمل. المبيعات كانت 200,000 ريال، صافي الربح 10,000 ريال، متوسط. خلونا نستخدم متوسط، وانا كاتب هنا رأس المال، ويقصد متوسط، رأس المال المستخدم الذي هو متوسط الأصول المستثمرة 125,000 ريال. طبعا لما تجي تقيم معدل العائد على الاستثمار مرة واحدة بدون ما تحلله، ويقول لك كذا أهو، هذا هو معدل العائد على الاستثمار، ويساوي صافي الربح على متوسط الأصول المستثمرة، ويساوي 10,000 على 125,000. خلاص قدوم مذيع خلاص حولت بدك شلك ميكروفون الله تعالى ويساوي 8%. لاحظوا هذا 8% لم تعطينا مزيد ضوء على بعض التفاصيل زي ما يحصل لما نحللها إلى مكوناتها. لاحظوا لما نحلل الآن إلى مكوناتها بنعرف أشياء كثيرة كمان. فبتحليله إلى مكوناتها معدل العائد على الاستثمار يساوي الهامش في معدل الدوران. طيب نبدأ أول شيء نحسب نسبة هامش الربح اللي هي عبارة عن صافي الربح مقسوم على المبيعات. صافي الربح 10,000 على المبيعات 200,000. نص 5%. بعدين معدل دوران الأصول يساوي المبيعات على متوسط الأصول المستثمرة. طبعا لاحظ المبيعات 200,000، الأصول المستثمرة 125,000. واحد وستة عشر مرة يساوي الهامش على معدل الدوران. اللي هي نسبة هامش في معدل الدوران الأصول، بس احنا اختصرنا الهامش في معدل الدوران، معروف الهامش اللي هي نسبة هامش الربح. إذا معدل العائد على الاستثمار يساوي 5% في 1.6 يساوي 8%.
طيبين استطعنا نشوف معدل العائد لماذا هو 8%؟ قليل. قلت له كتب لك 8% بس افترض الورق خلاص. ما يعطيلكش المعلومات اللي سنقولها الآن. المعلومات التي سنقولها الآن لاحظ ستسلط الضوء أكثر حول الموضوع. ولا أنت سؤالك لو كتبت في الامتحان يعني؟ لا حسب المطلوب. في الامتحان حسب المطلوب. إذا قيل لك تحليل مكوناته معناته لازم تعمل الاثنين. إنما خلونا ننسى الامتحان شوية ونفكر في المفهوم نفسه كيف سيعطينا يعني معلومات أوفر وأوضح من حالة إنه حسبنا المعدل حق العائد مباشرة. لاحظوا الآن إن الوضع هنا صافي الربح على المبيعات 5%. يعني المنشأة كل شغلها يا طيبين كل شغلها راح مصاريف تمام نسبة التكاليف والمصروفات 95%. يعني هامش ضعيف صح ولا لا؟ بدأنا الآن نفسر ونفهم لماذا العائد على الاستثمار ما كانش كبير 8% بس تمام. نسبة التكاليف والمصروفات 95%. يعني واحد يبيع ب 200,000 ضيع منهم 190,000 وكيلو 10 تمام. ما فيش إدارة جيدة للتكاليف. يعني تحيم كوين طلع من أول صح. بيعطي لك تفاصيل. بيعطي لك تفاصيل. أيضا. كيف كان عملية الاستثمار؟ كيف تمت شغل؟ إيش كيف تم الشغل؟ تم الشغل بصورة ما فيهاش إدارة جيدة للتكاليف. هذا واحد. الجانب الثاني لما تشوف هذا 125,000 حققت لك مبيعات قدرها كم؟ 200,000. يعني دارت مرة 6/10 و6/10. طيب. أقل من دورتين يعني. أقل من دورتين، بس قد يكون هذا مقبول في حدود الصناعة. وقد لا يكون مقبول. مشاهدة كبيرة ممكنة. إنما خلينا نقول إنه هذا مقبول مثلاً. لو كان مقبول، إيش اللي خلاه في الأخير ينكمش؟ هو هذا. إذا المشكلة عندك فين؟ في إدارة الإيش؟ التكاليف. المشكلة عندك تكون في إدارة التكاليف. تفضل. بعض الأحيان أنا ما استثمر أول سنة ما يطلعليش هامش عملية تأسيس. لا لا يقاس عليها أول سنة. أول سنة لا يقاس عليها. نحن نقيم في الظروف الاعتيادية. أول سنة سنة حرب. يعني الظروف الاستثنائية لا يقاس عليها. هذا الكلام اللي نقوله في الظروف الاعتيادية. الشخص نفسه قنوع أكثر. الشخص قنوع يعني منتهي بالقليل يعني. في أول سنة بعد التأسيس أحياناً يبيع بسعر منخفض، أحياناً تشوف شركة الاتصالات أول ما تتأسس كان تجيب مكالمات مجان وكروت مجان وإعلانات فتنفق نفقات كبيرة، بس بعدين تعوضها فين؟ السنوات اللاحقة. تفضل. بعض الأحيان أنا أكسب شراء أضحي ب ممتاز. صحيح صحيح. صحيح صحيح. فلذلك كواليس مقياس أول سنة. لاحظوا يا طيبين أنه تفاعل الاثنين مع بعض. يعني لو كنت أنت راضي عن هذه النسبة 1/6 تحصل أنه 5% قزمته ورجعته كم؟ 8%. أحياناً يا طيب قد يكون عندك العكس، قد يكون الهامش 30%. لاحظ 30% كثير، بس ما فيش دوران، الدوران النص. لما تضربهم في بعض يرجع العائد كم هو؟ 15%. في هذه الحالة أنت بتقول وين المشكلة؟ المشكلة هنا. المشكلة في إنتاجية الوصول. إدارة التكلفة كويسة. إدارة التكلفة كويسة. 70% راح تكاليف وصفا كم ربح؟ 30%. بس المشكلة ما فيش حركة. الوصول راكدة. الوصول راكدة. دارت نص دورة وركضت. راكدة. في ركود. بس لو في دوران هنا، لو في دوران هنا مرتين، يطلع المعدل يعني شيء خيالي.
60%. واضح لكم الفكرة؟ إذن هي معدل العائد على الاستثمار هو تفاعل بين عاملين، إدارة التكلفة وفاعلية النشاط. نشاطك أنت خلال الفترة، هل هو نشاط، هل عندك نشاط مرتفع؟ نشاط مرتفع تشغل رأس المال وتحقق منه إيرادات مرتفعة، وفي الوقت نفسه لما تجيب إيرادات تعدك تضبط التكاليف، ما تضيعهاش كلها زي ما شفنا في هذا المثال. 1.6 وبعد راح عليك ايش؟ 95% من الإيرادات طارت من يدك وبقى معك فقط 5%. إذا هذول يتفاعلوا مع بعض من شان يحققوا لنا العائد على الاستثمار. واضح الفكرة يا طيبين؟ طيب. طبعاً فيها شكل، يعني في صفحة 376. لا لا بعدنا شغل، يعني هو هنا يحلل لك تفاعل النسب، ممكن تقرأه. يعني لا لا مش موضوع 376، هو يكرر نفس الكلام اللي شرحناه. يعني يتراقب نفس الكلام اللي شرحناه. إحنا نركز على النقاط. أنا بس أريدكم تلقوا نظرة على الجدول اللي في صفحة 377. الجدول الذي في صفحة 377. لاحظ جاب لك صافي الأرباح للمبيعات، جاب لك معدل دوران رأس المال المستخدم. تمام، أو الأصول. تمام. فهذا الجدول يلخص لنا العلاقة بين الاثنين. لاحظوا هنا عشان بس نعلق عليه، عشان نعلق عليه، هذه هي الهامش نسبة، خلونا نستخدم نفس مصطلحاتنا، نسبة هامش الربح، وهذا معدل دوران الأصول، وهذا معدل العائد على الاستثمار. هنا 10% واثنين، الناتج 20%، 8% 2.5، 20%، 6% 3.33%، 20%، 5% 4%، 20%، 4% و5 20%، 2% و10 20%. لاحظوا طبعا موجود الجدول عندكم، احنا بس نعلق عليه، نعلق عليه. لاحظوا يا طيبين هنا اول حالة واخر حالة، كانت نسبة الهامش كم؟ أعلى واحدة كان اسمها 10%. 10%. بس الأصول كم دارت دورة؟ مرتين. هنا كان نسبة الهامش قليلة جدا، 2%. والأصول دارت يعني دوران مثالي جدا، 10 مرات دارت. لكن في الأخير ما حصلناش غير 20%. أين المشكلة هنا؟ وين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا مش إدارة التكلفة. هنا عندك 98% من إيرادتك راحت تكاليف. هنا كويس يعني. ما أقول إنه قليل، بس مقبول، لأن المشكلة هنا الدوران.